مرحبا بضيفنا وضيوف مقدرين عدم الاحد امرار بعد عجل محتسين والاجمل اجمل من جلاها لجلاها ان باغت العرفه تلقاها عند العارفين والجاهل والعرف ما يجتمع مدخلاها وان باغت الدين في الدين عند المتقين مخلصين جمال الله حلاها عندنا لضيف كرمة تشوق الناظرين وجبنا فيها لضيوفنا وامثلها والسلام اختم والله يعين الصادقين يكرمنا ضيف. السلام عليكم. عرفوا الله حي تبارك يعنى لها. مرحبا بضيفنا وضيوف مقدرين عدى ملاحة بروق تهلم خلاها عند ربع تكرم الضيف بالعلم اليقين وبما وجب القبائل تبن افعلها يا هل المعرفة والعرف يدر بين اليمين تعتني للي دعاها وترخص ملاها الشحم والبن والعود قدر الغنمين والعلم كلها تعبلها يا محمد بارك الله لكم في كل حين قلتها اللي حضر من شما قالها جدك اللي يفتح الباب في عجف السنين يوم بعض الناس في حالها يرذلها يذبح الحياة ويشتري البن اليماني وصفر دلالها عند بسق لنا عيس الخبر والله يعين البيت العليا مختلف منزلها لبني عم وقبيلة مواقفها تبين سيف من أهل العجم به يظل ظلالها تنزل الحدنا وترد منها المعتدين والحمل ترتكي لثقالها ألم الفضل عذوب خبرة متحزمين ينطحن المقدية والمراجل فلاها لو راح المدر بعده رجل محتسين والاجبال اجبال من جلاها لجلاها ان باغت العرفة تلقاها عند العارفين والجاهل والعرف ما يجتمع مدخلاها وان عند المتقين مخلصين للولي جمال الله حلاها عندنا لضيف كرمة تشوق الناظرين وجبنا فيها لضيوفنا وامثلاها والسلام اختم والله يعين الصادقين يكرمنا الضيف في ساعة يعنى لها. مرحبا بضيفنا وضيوف كتبنا افعلها يا هل المعرفة العرف يدر بين اليمين تعتني للي دعاها وترخص ملاها الشحم والبن والعود قدر الغنمين والعلم الطيبة كلها تعبلها يا محمد بارك. كيف دمشق؟ كيف دمشق؟ سلم طافي، كيف دمشق؟ يا جلوها، 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 سلم طافي، الله يواديكم الطيب راجل من عنده ما بشم العلوم الا سلامتكم. وش حالك؟ خير ان جاركم خير. خلوا على ولدي تزوج ولدك والله يبني بيته. انت ولدنا وهو ولدنا. وانتوا يا سفلان طيبه من ماضي الزمان. ينقصون فوق يعملوهم من عندهم كلهم. صليتوا على النبي. انا اقوال اعمال فينا كل سلمين. واحنا زوجات ورانا ولكن ما هم برسالات. والروح بنعود عليكم صليتوا على النبي. يا بعوت الربزية وعذرونا على قلنا الله يعافيكم. عفوك يا مرحبا ويا مسهلا والله يحييكم.
ويحيي مجيد ومطاليك، والله ان الحق لك في العطاء، اسمع في العطاء وفي البش وفي الكرامة. ألف بو أن عزمناكم عزمي تشريف بدون تكليف، اسمع ولو حما أخذيني شيء والله ما تقصى علينا. أنا لكم في كل حين قلتها اللي حضر من نشمة قالها جدك اللي يفتح الباب في عجب السنين يوم بعض الناس في حالها يرذلها يذبح الحي المن الظنه في السمين ويشتري البن اليماني وصفر ذلالها عند بساق لنا عيس الخبر والله يعين البيت الله يحييكم يحيي مجيكم ومرحبا ومسحا من عكسكم في المراجل تعب ما وصلنا تصلون لكن وافين احنا قدمنا الدعوة لكم وبعد لها جانا علم عندكم ظروف والله الحين ما عاد درينا ايش نقول وذا الحين الله يحييكم يحيي عطاك ويشفى مرضاك ويقمنا وياكم بعروق القلب والله ان شبركم عندنا يا رجال جيتونا في جيزان وجيتونا في الرياض وجيتونا في كل ديرة وبيض الله وجهكم الله يجعلنا نتسابق في الفعل الغانم والله يحييكم على كل وجه كم قارب ولما جانا دعوة من فنجير عندنا الله يحييكم ماشيين لك داخل الله يعافيكم اخويانا ينتظرون رايحين الزواج الجديد من جسار باقي تشاركون تعودون معنا صدقون معنا لا بين عم وقبيل ما وقفها تبين سيفا من أهل العجام بيض الإضلالها تزال الحدنا وترد منها المعتدين والحمل الكيدات ترتكي لثقالها ألم الفضلها ذوب خبرة متحزمين ينطحن المقدية والمراجل فلاها كانت ابو عيد كانت ابو حسين Hey!
يا هلا المعرفة والعرف در بين اليمن تعتنى للي دعاها وترخص ملاها الشاحم والبنا والعود قدر الغنم والعلم الطيبة كلها تعبلها يا محمد بارك الله لكم في كل حين قلتها من نشه ما قالها جدك اللي يفتح الباب في عجف السنين يوم بعض الناس في حالها يرثلها يذبح الحي من الضنه في السمين ويشتري البن اليماني وصفر ذلالها عند بسق لنا عيسى الخبر والله يعين البيت العليا مختلف منزلها لبني عم لما وقفها تبين سيفة من أهل العجام بيض الإغلالها تنزل الحدنا وترد منها المعتدين والحمل الكيدات ارتكي لثقالها ولما الفالها ذوب خبرة متحزمين ينطحن المقدية والمرج الفلاها لو راح المدر بعد أرجل محتسين والإجبال إجبال من جلها لجلها إن بغت العرفة تلقاها عند العارفين والجاهل والعرف ما يجتمع مدخلها وإن بغت الدين فالدين عند المتقين تشوق الناظرين وجبنا فيه لضيوفنا وامثالها والسلام اختم والله يعين الصادقين يكرمنا الضيف في ساعة يعنى لها مرحبا بضيفنا والضيوف مقدرين عند ملاحة بروق تهلم خلاها عند ربع تكرم الضيف بالعلم اليقين والله ابن بيت الحراوة دعيتونا وانتو غالين وحواني وتجلون على الصغيرة والكبيرة عندنا ووافين معنا أنا 2000 ريال مشاركة من كل من نسبة في ذلك الركب منها 3 رجال غيبة سعد وسعيد وناصر بن حسين وعن هذا 3 رجالين أنا 2000 ريال إن هي كثير فوق ما هي ابن جهاد ولا تكون بدة عندها إن هي شوية مسمنوها وبينها وبين أفضل منها والله يلتزم في الجميع هو شيء والله يحييكم ومرحبا ومسهلا انتم مطاليك وتونا في نمور الكفار والصغار ولا نعد الحال الا واحد والله يحييكم يحيي عطاكم يجعلكم غانم مدلتكم جزمه والله يحييكم والله ودنا نحوخنا كثير العرب ولا كلمناهم لكن داري انهم بيجونا ولما دعيناهم قلنا قد حمل نصل العزم ومرحبا ومسهلا والله يحييكم غالي والقبيله غالي كلها ومرحبا ومسهلا والله يحييكم عاصم بن علي ولد عمنا مزوج بنته قلت له اشرحت اللي وراه مزوج من حمدان وطالبنا نقف معه ونستاذن منكم من ذي المكان واللي ما استقبلنا واللي عنده ضيفان والله انه ضيفاتهم كل ذكر الأستاذ منكم اللي بيعود عليكم يمكن إنهم خزوم يعود عليكم بيعود عليكم. لا شبك يا الله الله. ما يروح منه. بس يا أبو محمد. الخوي يلا لحظة الخوي. عطيق عليه ما عاد يروح. هذا الحين. كيف أنت؟ سلمت الله هي كيف يا أخي؟ سلمت سلامة. حياك الله. الله يبقيك أشلوم أشلومكم. أخاك طلعت هم. لم يلدعواكم. تشوفون ما تشوفون.
يا حياكم الله ويا مرحبا. العلوم ستر لنا ولك في واديكم ما بشم العلوم. اصلي على النبي. الله لا يسلم. محمد عرس الله يبني بيته ويوفقه ويزقى ذريته الصالحة. امين. ايه معود مني يا خويا محمد بن علي بن جبيل. ونعم. 300 اللي بيستاهلها وين يبني بعد ابوي عليها. حياك مرحبا مرحبا ومسح الله يحييك. حضر لكن عندي شاعر عندي وفاه ولا كان خلاص وحد. حضرها انت ومثلها انت وابيض وجهك. القبائل تبن افعالها يا هلا المعرفه والعرف دربين اليمين تعتني للي دعاها وترخص مالها الشاحم والبنا والعود قدره. ارحبوا ابو قال السلام عليكم. السلام عليكم ابو قال. والعالم الطيبه كلها تعبلها يا محمد بارك الله لكم في كل حين قلتها اللي حضر من ما قالها جدك اللي يفتح الباب في عجف السنين يوم بعض الناس في حالها يرذلها يذبح الحايل من الظنه في السمين ويشتري البن اليماني وصفر دلالها عند بساق لنا عيسى الخاطر. كيف انت يا رجال؟ سلام طافي كيف انت مصر؟ سلام مجرين الله يعافيك السلامة حياكم الله مجرين جميع السلامة شلونكم؟ المرأة سلامتكم جميع خدمة في المنطقة انت رجع احنا وياكم الله ولا بعد حياكم الله ويا مرحبا ويا مسهلا الله يبقيكم وعلومكم المرأة سلامتكم بواديكم مرتجين ما عند الله ابرك ما جانا جيتكم الله يحييكم ما بشم العلوم الاستر الله يدوم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الف جازواسكم يا المصلح وجعلكم إن شاء الله في الساعة الطيبة الله يقبل منك وجايين مشاركين ومعاونة والمعاون من عند رب العالمين هنا ألف ريال مني أنا وأخي وولدي وعفاكم جميع تسلمون ولا تندمون والله يحييكم فعلكم غانم وعطاكم غانم ومواصلتكم قريب ووافين في المراجل كلها والله يحييكم شرفتونا بمجيكم مرحبا ومسهلا والله يحييكم الله يبقيكم أغلاتهم كلكم أقلكم الله يمشيكم بالخير بالخير والعافية أنت يا مصلح ونعم أنعم حالك أنت ولا خوانك دارك تسلم والله لو ما جي زواجك هنا نوصلك من حيث ما هو الله يطول عمرك من طلاقتكم عند الرجل الله يسلمك أفعلون العلم الغانم وتستاهلونه ما عليكم جوع عبرت المثين ولا من يطلق من أبوه هذا وعفاكم الله يحييكم وأنتم وافين والمراجل ناخذها من عندكم جعلكم تسلمون ويقلكم والله يحييكم مرحبا ومسهلا تراحب المطر ضيعين البيت العليا مختلف منزلها لبني عم وقبيل أم وقفها تبين سيفة من أهل العجم بيض الإضلالها تزال الحدنا وترد منها المعتدين والحمل الكيدات ترتكي لثقالها ألم الفالها ذوب خبرة متحزمين ينطحن المقدر والمراجل فلاها لو راح المدر بعد رجال محتسين والجبال جبال من جلاها لجلاها ان بغت العرفة تلقاها عند العارفين والجهل والعرف ما يجتمع مدخلاها وان بغت الدين في الدين عند المتقين مخلصين للولي جمال الله حلاها عندنا كرمة تشوق الناظرين وجبنا فيها لضيوفنا وامثالها والسلام اختم والله مرحبا بكم ارحبوا السلام عليكم الصادقين يكرمنا الضيف في ساعة يعنى لها مرحبا بضيفنا والضيوف مقدرين عند ملاحة بروق تهلم خلاها عند ربع تكرم الضيف بالعلم اليقين وبما وجب القبائل تبن أفعالها يا هلا المعرفة والعرف دربين اليمين تعتني للي دعاها ترخص مالها الشاحم والبن والعود قدر الغنمين والعلم الطيبة كل
كلها تعبلها يا محمد بارك الله لكم في كل حين قلتها اللي حضر من نشا ما قالها جدك اللي يفتح الباب في عجب السن كيف أنتم؟ سلمت كيف تنام؟ سلمت وفيك كيف تنام؟ سلمت مجورين السلامة اشغلوكم يا حياكم الله ويا مرحبا علومنا سلامتكم راجعين ما عند الله ما بحشم العلوم الأسئلة خير إن جعلكم خير صلى الله عليه وسلم الله يوفقكم يا ابن بيت العيش يجعلها إن شاء الله في الساعة الطيب يبدو في الطيب الأمر الثاني قلت لها أولا تنعم وافين وتواصلين معنا وكم عن الدين معرفة الدين الحق إن حدا نجيكم ونتواصل معكم وانتوكم المدى العرب والله مش تكتير كل رايح الله في دينه ومشغولين وزي ما انتم قابلين وعادين أقولنا عليكم يا ضغط جديد مشهور وانزمعونا دين المعرس الحمد لله انكم شايعين ضوء وظهران وكلكم عند الثاني والشيء مهلا رمز الله يعافينا وياكم يسلمنا وياكم اول شيء الله يحييكم ومرحبا ومسهلا بكم ومعطاكم وقباركم وافين ومطالين ودعيناكم من غلاكم وحب جمعاكم والله يحييكم عند اخطاكم مرحبا ومسهلا الله يبقيكم ويطول أعماركم ويعيننا ويعينكم على طاعته ورضاه ويجنبنا ويجنبكم جراه حررنا من غلاكم وتقديكم وانتم وافين يا هبره تفزعون على كل صوت واللي بيننا وبينكم اكبر من الدراهم واكبر من العطاء اللي بيننا وبينكم هو الحضور ولا حضرنا الا من تقدير وغلا لانكم تستاهلون التقدير والغلا صلوا على النبي الله يعين المتزوجين والله يبني ابناهم ويعيننا واياكم والأمر الثاني مثل ما ذكر أبو صالح أنا والله متفرقين والعرب مشتتين والله عندي ضيفان أنهم على الفراش إن عندي ضيفان فأنا أعتذر ما عذري إنها يعني مجرد أني ألقي عذر ولكن عذري لفعلا ضيفاني على فراشي لكن من غلاكم وتقديركم ما قدرنا نعتذر ونتأخر وفيها زايد عفاك أول شيء الله يحييكم ومرحبا ومسهلا اللي عنده مقال هو مكرمنا بجلوسه ومشاركتنا في مراسم حفلنا واللي عنده ضيفة وظرف فلا حين رايحين نحرقه وعلى كل حال أوفيتوا وكفيتوا وصلتوا مرحبا ومسك وقوفهم معكم ومشاهدكم كرام الله يحييكم لو ما عندنا التزام والله ما تعديت الله يحييكم لكن مشاهدكم الله للكرام الله يحييكم مرحبا أضغط 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 الله يحييكم مرحبا كيف أنت يا ناصر؟ سلم ومجر جميل السلامة أيش علومكم؟ يا حياكم الله علومنا سلامتكم مرتقين ما عنده وبلادكم الطيبة ما بشم العلوم إلا أستر الله يدوم أنا أختل سلامتكم محمد بزوج الهدي بيته إن شاء الله ويبارك فيه ويوفقه أن يعطي منا المعونه أعوانيكم تسلمون ولا تندمون والله يحييكم ومرحبا ومسهلا جيتكم غالية وعطاكم غالي وانتوا عواني الدربين والعلوم الطيبة نعينها عندكم والله يحييكم ومرحبا ومسهلا اقلقوا قلوا مرحبا وارحبوا افتحوا المجال مرحبا بكم كيف أنت علي؟ سلمت ومجر جميل السلامة يا حياكم الله ويعافيكم ويسلمكم وشعلوكم يا حياكم الله ويا مرحبا ويا مسهلا علومنا سلامتكم جميع مرتقين ما عند الله ما بحشم العلوم الأسر الله يدوم خير يجعلكم خير صلى الله عليه وسلم الف امين انت غالي والله عزيز والله لا تنقلني وكلاكم عاملين مشاركين باكين ونصبحون في الجدل يشوفون 2500 ريال
يا تعرفون ولا تقفون، والله يحييكم ومرحبا ومسهلا، انتم غالي وعطاكم غالي وجيتكم عندنا غاليه ومرحبا تراحي بالمطر، والله يحييكم وشرفتونا واسعدتونا بجيتكم وانتم وافين والعلوم الطيبه كلها نعينها عندكم، والله يحييكم تحيات السيل. اقول والله انا عندنا والله سواك انت قهوه استاذ واني قاعد مره لكن بشوفوك، الله يحييكم. زلوا زلوا اقول مرحبا بكم ارحبوا. السلام عليكم. كيف انت ابو وائل؟ سلم سلم ومجر الجميع. السلام ايش علومكم؟ والله سلامتكم انت سكرتيرتكم يا حضرتكم المباركة ما بعلم. يا حياكم الله، وإيش حالكم؟ الله يسلم. ولا منكم؟ منا وسلامتكم، راجين ما عند الله ما عندنا شم العلوم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الله يبارك لكم، إن شاء الله يبارك المتزوج. آمين. كنا جينا من غلاكم، الله يعزك، في أثناء دعوتكم ولا جاءنا مجال الحضور، أنتم وافين ودائم تسمعون على كل صوت، كنا جيناكم بيننا وبينكم ما يلزم من خوة من رفقة، حنا وإياكم من دون الناس، حبينا نشارككم في حقلكم وأنا معونة مني أنا والعلاد اللي يشوفونهم وعذرونا عليها. أول شيء الله يحييكم مرحبا ومسهلا. مهدي بن مانع يعتذر، هو معنا ترى بس عنده شغل، وانتم وافين وغالين وفيرة من خاوينا وعينا العلوم والخوت الطيبة عنده، وانتم وافي يا أبو وائل متكمل على رأس العمل ومتجمل في الوقت الحاضر وعلم من الإعلام وغال عندنا وعند القبائل كلهم وكينا في كل مابس، والله يحييكم من معك ومرحبا وسهلا تراحي بالمطر، ولا دعيناكم إلا من غلاكم وحسب ما ذكرت من الروابط، والله يحييكم. الله يبقيكم وعليكم زود وعليكم على كل حال. أقلت مرحبا ورحبا ورحبا. السلام عليكم. كيف انت ابو حبل؟ سلمت. طيب كيف انت يا مصطفى؟ سلمت. كيف انت يا حسين؟ سلمت. وما جوري؟ الله يعافيك. والسلامة. وعليكم الله السلامة. الله يسلمك. ايش علومكم؟ عفاكم يسمع من جهاتنا قاصين الله ذا المكان الطيب، ما عندنا علم. يا حياكم الله ويا مرحبا ومسهلا. وش علومكم؟ علومنا سلامتكم، مرتقين ما عند الله وإذا المكان الطيب، مستقبلين الرجال الطيبين، ما بشم العلوم الا استر الله يدوم. طول عمرك، صلوا على النبي. صلى الله عليه وسلم الف. محمد على رسول الله ان شاء الله يبني بيته. وانتم يا رفاقه تستاهلون الجميل. معنا لكم هنا معونه. من عندي انا وحسين من الف، واعذرونا عليها وسلامتكم. تسلمون ولا تندمون، والله يحييكم وافين في المواجب كلها، ورفيق مع رفيقه في كبار وصغار، وجعلنا ان شاء الله ردها لكم في الافراح وغالين، ويا مرحبا تراحي بالمطر، والله يحييكم الحفل حفلكم انتم من اهل الحفل، مرحبا ومسهلا. الله يبقيكم. السلام عليكم. مرحبا بكم. ارحب. السلام تحيه. كيف انت؟ سلمت. طيب كيف انت؟ سلمت. موجود. والسلام. السلام. ايش علومكم؟ سلامة مسامع في رجال رب العالمين وفي شان الله ثم شانكم، ما نكسب الله عفاكم. يا حياكم الله. علومكم. الستر الناولك، ما بشم العلوم الا سلامة. نحمد الله ونشكر. صلى الله عليه وسلم. الله يلتزم فينا وفيكم ولا يخيب رجانا ولا رجاكم. الله يجعلنا وياكم في السعادة الطيبة. الله يبني بناك يا ابو مصلح ويعيننا وياك، انت غالي وشايبك غالي. وانت يا الحمامة في مطاريق مع معارفكم وصدقانكم وهالواديكم، شيبان يعتذرون بالحضور، الشايب ابو فيصل في هداده، والله النظيفان على فراش، وابو ناصر من في الرياض، معنتكم لنا يا محمد الفريال، وعذرونا عليها وفي اعفاكم. تعفون، والله يحييكم ومرحبا ومسهلا، انت مطلق ووافي ومثلها انت خير تمثيل، والرجال اللي ذكرها توافين في العلوم كلها ويعتبرون انهم واجدين، والله يحييكم ومرحبا ويرحب وتفضل، والله يحييكم. مرحبا بكم. ارحبوا. السلام عليكم. عليكم. يوم بعض الناس في حالها يرذلها، يذبح الحايل من الظنه في السمين، ويشتري البن اليماني وصفر ذلالها، عند بسق لنعيس الخبر والله يعين البيت
واختلف منزلها لابن عم وقبيل ما وقفها تبل سيفه من أهل العجام بيض. كيف أنت أبو ماجد؟ سلم طاقتي. كيف أنت يا مصر؟ مجورين والسلامة. مجورين والسلامة. وش علومكم؟ أباك والسامعين أطلنا الله وإياكم مقدين عليكم على دعوة زوالكم بارك الله يبني بيتكم أما بعلوم الأجساء الله يحييكم ومرحبا ومسهلا. وش علومكم؟ علومنا سلامتكم راجين ما عند الله ما بحشم العلوم الأسر الله يدوم حياة الله. خلق سلامتكم أنت سالم. الشاب ما تزوج إلى الزمان يتكلف يتخسر ومعنا معونة مختصرة أهل محمد الله يوفقه ويبارك له ويجزه إن شاء الله بالدنيا الصالحة. آمين وإفاكم. لا تسلم ولا تندم ولا ينشر ولا مكروه أنت وافر في العلوم كلها يا أبو ماجد أنت ولا شبانك ولا يطول العمر دعيناك أنت وعيالك واللي عندك محبة وغلا واللي عندكم موفرينه دعينا دعوة تشريف مهي بتكليف والله يحييك ومرحبا ومسهلا وحنا اعتذرنا إلا في الحد الأضيق يا أخوي ولا رفيق وحنا نطلبك السموحة والله يحييك. الله يحييك ويهمك حتى لو انكم ما اخذتوا من حد ما كان يقول عذركم نهائيا محمد اعتبره من احدى عيالي ولا فيها عذر سلامتك. الله يحييك الله تنزل الحد نوات رد من المعتدين والحمل الكيدات ترتكي لثقالها ألم الفضل هذوب خبرة متحزمين ينطحن المقدية والبرج الفلاها لو راح المدرب. كلامكم وافي وزاملكم وافي والله يجعلنا إن شاء الله ما نجيكم إلا في الأفراح والعلوم الغالبة ومرحبا الله يحييكم تحية السيد الله مرحبا ترحبا شانا شانا كبر الشاحم والطيب والبنى في مذخورها بالضيوف وبالخوي والعواني والقصير في مقره للكرم من قديم عصورها مرحبا
المسير وباسمهم لا يوقف الدين جمال الله دورها احتزم يا برحمام وطوح بالكبير وحمدني عمك تروح البلاد وزورها اكتسينا عمت العز مالبوس الحرير دونها صكت باقعة تدق الحوراها دونها صكت باقعة تدق الحوراها لابت يعرف قبل الوزير الخصيم يهبها والرفيق يزورها يا مصل بين الفعايل مدله الجوير مكرمين الضيف والحف يشكي جورها والفرح ذلل بالطيب راح الحفر غير جملتها الصفر روس العرب بحضورها جملتها الصفر روس العرب بحضورها الله يبارك لبو مصلح من ورث ما ظل شيوخا يجنب الجوراها جده وشايبها بالمدح والعليا جدير ابن سجران يمسيكم بالخير بالخير والعافيه ثاني شيء الله يبارك للمارس امين انتم يا الحمامه ونعم نعم حالك في سلمكم وفي علمكم ومع القبائل قولوا لا اله الا الله وانا نعتز بكم وانتم تعتزوننا وانت صديق خوي رفيق ابن عمي يا مصلح وربعك مثلك ربع ورفاقه ولهم قدر ولهم شيمه اما الدرب الثاني فالله يعز جنودنا ويعز ملوكنا اللي يسهرون علينا على الحدود ويعز منا قولوا امين امين يا رب العالمين الدرب الثاني فالطيب يستاهله راعيه وانت والله النضيق اللي يتعبون انفسهم انت ولا ربعك الحمامه مالك وجود قل لا اله الا الله نفالتي 2000 وسمنها وانت سنين اللي انت ولا ربعك اللي في صفك وباقي العلوم سلامتكم جميع تسلمون ولا تندمون ولا انتم شط
صلوا على النبي جميع. صلى الله عليه وسلم. دعيتنا يا ابو عيسى وانت خوي مطلق وبيني بينك ما يلزم، لا تبارى بك الحمامه. وانت غالي ومعنى الكبيره والصغيره، انت سمعت. انا قطتي مع المطالب خوياي ونفالتي 1000 ريال انا وسعيد بن قبلان وهو في جده يعتذر منك. وسيف طال عمرك وبشت وتستاهله. ومحمد بن عادل المسهو مرسلني عليك ب1000 ريال. والرجال في الرياض وظروفه الصحيه وعباك وعبا سامع. سلم عليك محمد بن مسكر بن فين سالف طيح وحاله حالنا وقطته معنا. حياكم. اول شيء مرحبا ومسهلا، الله يحييكم بحياه الوطن. ويا مرحبا ويا مسهلا. انتم وفي علومكم وسلومكم وعطاكم. والله يكثر من امثالكم ويجعلنا ان شاء الله يجيكم في الافراح. ومرحبا ومسهلا ترحب المطر بالحاضر والغايب، والله يحييكم ومحلكم يسلم عليكم. وابن عيسى مسلحي شوف شاب السيف الشطير وسرد بين الاكابر يشعشع نوراها والختام استدحى يا على جمع الغفير بقت من رضاها اجسيت فحز هوراها بقت من رضاها اجسيت فحز هوراها مرحبا ترحب شانها شان كبير الشحم والطبع سلم. طيب. مجور. سلامة. مجورين. الله يسلم. يسلم. البيت مبارك. الله لك كل خير إن شاء الله. الله يعافيك ويسلمك. وشلومكم. عفاكم وبقاكم. أمشاد جيتكم وفرحكم تشوفون ما تشوفون شر. حياكم الله. والله منكم. من ناول السدر ناولك إن شاء الله في واديكم ما بشم العلوم. الله يبقيكم ويطول عمركم. حياك الله تفضل اغلط اغلط مرحبا كبر الوزير الخصم يهبها والرفيق يزورها يا مصر بين الفعايل مدلت مرحبا بكم الحبو كيف تبركان سلام طبي كيف تبعيش سلم وماجور السلام ماجورين سلامة وش علومك انت وعلومك قصير الله وياكم على نبع عزمتكم ما جاء شم العلوم حياك الله ويا مرحبا وش علومكم جلال زين علومنا الستر الناولك في واديك الطيب ما عندنا شم العلوم حياكم الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عرس المعرس الله يبني بيته ان شاء الله ويجعل بيت الصيب والنصيب امين يا رب العالمين انت يا ابو عيسى حمر عين ووافي ومطلق وتجري للقريب والبعيد وبالكبيره والصغيره مالك شوف العرب كلنا والله عنده شان وكلنا عنده زواج وتقسمنا والدعوة فرح وسرور والله ملكهم بشيء من العلوم كان ضاقت الروح هذه واتسعت لا من المطالب ولا من العطاء معي هنا من عند الرمزية للحريف هناك كثير تستاهلونها ما شوي بسمنوها او بيا سلامتكم تسلم تسلم والله يحييك ومرحبا ومسهلا انت يا برا كان وافي والعلوم الغانمة تراعيها عند القريب والبعيد والله يحييك ويحيي عطاك ومرحبا ورحب كيف انت يا رجال؟ سلم وما جري السلام ايش علومكم؟ سلامتكم بصادر لله الذي دعوتكم ما بشم العلوم حياكم الله ويا مرحبا والله منكم منا وسلامتكم بمحلاتنا راجين اللي عند الله ما بشم العلوم ايش حالكم جميل؟ خير جعلك بخير صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الف محمد صلى الله عليه وسلم جاز واجه ولدك يا ابو عيسى وانت خالي وغالي وعواني واخوان
والله ثم والله نحن جايين من شغل بقى غير يفوتنا الزواج ما نحضره، ولكن حظنا طيب نحن نشرف حفلك ونحفي نلبي دعوتكم ونشارككم هنا من ربز مشاركه. تسلمون والله يحييكم ويحيي عطاكم ويحيي مجيكم، احنا ما دعيناكم الا من غلاكم، ولو ردكم شيء من ظروف الدنيا فتكه بيننا متوفره والحال من بعضه، وقد اعطينا رمز العذر في دعوتنا. والله يحييكم ومرحبا تراحي بالمطر. الله يبقيكم، ما هو العذر ما هو بيشعر فيه. مرحبا بكم، مرحبا السلام نظر يرجع. كيف انت؟ سلم ومجرور سلامة. ومجروي والسلامة. ايش علومكم؟ دين ابو قاعد قاصين الله وياك، ما رد الله عفاك. حياك ويا مرحبا. شلمك سلامتك يواجهكم ما بشم العلوم. محمد يا رسول الله يا ابني بيته اجعل بيت الصيف والنصيف والسعادة ان شاء الله. انا يا اخوي مجلي انا الف ريال خلني يعذرني عليه، والله ما جالي عذر اني اعتذر منك ولا ارسل قطتي يا محمد، انت رجال نوافي وغالي عندي واعذرنا عليها. يسمي الحلقه اللي بيني وبينك نبدا. الله يحييك الله يحييك. اضرب اضرب. مرحبا مرحبا. وش حالكم جميل؟ يا بخير ان جعلكم بخير. يا سلام يا ربنا عويدها تكسب الجود حاضرها وماضيها. ما عليكم زود. وان بدا الشان حنا من سواعدها والجمالات ناخذها ونعطيها. واهين واهين. اترك ابو الفاطمه خدمتنا الربع اللي معك. سديد. مقبلين عليكم مشاركين ومباركين ومعاونين، وانتم تستاهلون الخير وانتم اهل الله. معكم ألفين من أيد الرجال ما غيب منا ولدي فهد. الأخرى واللي تكون فرا برسني رجاجي. ابن مهدي للفرواني ولدها قليل وفرحان. منهم هنا 500. وعوض بن محمد بن العمى عنده ضيفان ويعتذر. منه 500. على سبيل في الدرام وانت انا الشايب مطلق وتعدي على كل سواد وتحضر وتنظر وتفزع وتنزع. والله عليك بغريبة انت وبني عمك زنودك وسواعدك. عليكم زود. قربنا يا صالح في الفرقة اللي مكتوبة وهنا منا الفريال وجعله كثير منا وعفاكم وطلت بقاكم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الله يعيننا وياكم ويجعلنا وياكم في ساعته الطيبه. امين. انت يا مصلح بيننا وبينك صداقه وحوه، انت وربعك وانت عزيز وربعك اعزاز. الله يحييك. الحقيقه اقول كان ذا الكلام ذا من القلب للقلب ان شاء الله. انتم قبيله العازل نشوفكم في كل واجب من اول من يجي واول من يقوم بالواجب، وهذه يشرفنا. ما عليكم زود. و كملت الصداقة اللي بيننا وبينكم
ثلاث توقيت العنوت اللي بيننا وبينكم، وانت والله غالي. الله يغليك. احنا ودنا نشرك بحكه، ولا من الفلوس انها واجدت عندنا وعندك وبتروح منا ومنك. ارمي مع الربع و200 ريال النفاله. سلامتكم. تسلم الله يحييكم، مرحبا ومسهلا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الف جعله رفيق للجيل. امين. الله يعيننا وياكم على ما يرضيه. امين. والله يسوي اللي نتزوج. الله يبارك. يجعله في الساعه الطيبه. الحقيقه انتم 70 نعم. عليكم زوج. ومن يوم جاورتكم يا الحمام ولا اسعى وراكم ولا لحقتكم في حد. الطيب والعلوم الغالي. فزعتم في الشارع وفزعتم في المواجيب وفزعتم في العزاء وفزعتم في كل حد الى النداء. والله ثم والله ثم والله. من دون دخول من داعينا إنما نويت الأجيبة للغيش ولكم والله عندنا زواج في الساعة دي في بدر ومسافتنا بعيدة ولكن من هم عاد الرجال ما لحقها شيء من المعاني وأنتم خير من يعدل قطتي حاد العينات وهنا 2000 ريال وهنا بشتلك يا أبو محمد بشتن غالي من غالي الغالي واعذرونا عليها ولي قلل العطاء ما قلل الغالي أنتم شبركم عندنا وافي وعدكم عندنا وافي كرم يعافيكم. حياكم الله يا مرحبا. صلوا على النبي. صلى الله عليه وسلم. الله ان شاء الله يبارككم ويسجد رحمته. الله ان شاء الله يبارك المعاريس. الله يبارك ازواجكم انتم غالي. قطتنا مع بني عمنا. معنا هديتين. انا سيف محمد. وانا بشت الاقل ابن حسين. ما حضرت زواجه وجاب لي بينها اتصال. انتم غالي. واعذرونا على القصور. يا سلامتكم. حياكم الله ويا مرحبا تراحي بالمطلوب. المقصود عفاكم وطولة بقاكم. الله يعيننا واياكم. انت عندنا اذا الشايب غالي وربعك واللي انت منه. الله يغليك عند الله. وعندي هنا مشارك في طب الضيفاء 500 ريال واعذرونا عليها. تسلم تسلم اول شيء. صلوا على النبي. صلى الله عليه وسلم. تزوجت يا محمد الله يسوي لك ويبني بيت وانت خوي النخ. وغال على غالي من غالي تركتي مع الربع وهي 500 ريال تبرع اعذرني عليه. اول شيء مرحبا ومسهلا والله يحييكم تحيات المطار ومرحبا بكم وبعطاكم وزاملكم وافعالكم كلها وافيه ومن عاكسكم الله في المراجل تعب لين يلحقها والله يعيننا على رد الجميل والله يحييكم اسعدتونا بقيتكم واسعدتونا بكلامكم الزين وعطاكم الجزيل والله ثم والله إنما عزمناكم ننظر للعطاء لكن نبي نديه السفرة في مقف السفرين والله يحييكم تحيات المطر من يوم مشيتوا لين وصلتوا ومرحبا ومرحبا المطر والله يحييكم الله يحييكم تحيات المطر مثل ما قال أبو عيسى وافين وغالي أبو هادي الله يجود عليك في جمل حالك أنت بشت الضار ورأي فزعة العجلة وأنا ما وفرت عزميك إلا محنة ولا أنهم حسوبين عليك في أكبر من الزواج وجعل عمرك طويل صادقا في الفزعة وصادقا في الكلمة وطايلا في المدة والله يجمل حالك ويعين على رد الجميل لك وللعينات الوافين اللي قصك ومرحبا ومسهلا مكرمين الضيفة وارحب في يشكي جوراها والفرح ذا الليلة من طيب روح الحفلة غير جملت الصفة روس العرب بحضورها جملت الصفة روس العرب بحضورها الله يبارك لابو مصلح الوجه السفير من ورث ماضي شيوخا يجمل شوراها جده وشايبها بالمدح والعليا جدير ابن سجران بشمره تطول شموراها وابن عيسى مصلح يشوش بالسيف الشطير وزير انت بين الاكابر يشعشع نوراها والختام استلقاها يا على الجمع الغفير كيف يا رجال؟ سلمت الله فيك كيف؟ سلمت ومجورين والسلامة وش علومكم؟ سلامتكم وخدمة في ديارنا اللي ما تخفاكم ملبين دعواكم ما به شيء من العلوم وش علومكم؟ علومنا سلامتكم في واديكم ما عندنا الا الستر نناولكم ان شاء الله حياكم الله صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الف الله يبني بيت المتزوج محمد
عزمنا أنا سعود بن مكمل وبزي سلطان بن مهدي بن علوش معنا رمز معاون وبيننا خوتم بيننا حنية محمد والله يا بني بيته ويعذرونا على قلها وسلامتكم أتسلمون والله يحييكم ويحيي عطاكم ويحيي جيتكم ويقوي قوتكم ومرحبا ومسكم الله يبقيكم. الشيء الثاني عندنا زواج في آخر الرديف وحن استاذن والمعدن إن فيه مجال احنا بكم تشاركونا واما نحن نفسكم وفي شيء نبور عليكم الله يبقيكم ولا احنا به والله العظيم ورانا زواج الله يحييكم عند اختار والله ارحب الله يبقيكم السلام عليكم السلام السلام نضر كيفك سلام طالبين كيفك الله يعافيك الله يسلمكم وما يريد والسلامة عفاك علي الله يالله وعلى ما تشوفون مجال وشعلوم صلوا على النبي تزوجت يا ابو مصلح والله يا ابني بيتك ويسويلك ويجعلك في الساعة الطيبة وانت غالي ومن غاليين حضرت بعمري مهم من قلب ولكن تشوفون البندق على المحجر ولا تستاهل الصف والمقبال الجيد واخوياي سبقوني وهنالك معاون رمزي مني وتعذرني على قله والله يبزيك العيال الصالحين ويا سلامتكم. اول شيخ الله يحييك مرحبا ومسهلا وانت تمثل صح وكلامك واضح ومرحبا والله ومسهلا الله يحييكم طول عمرك. السلام عليكم. تستاهلون الكرامة وتستاهلون العبا وتستاهلون المواقف القزلة
معنى بالرجال مكان لا كل رجل فيه خير وبتعمل شخص ولا من انتم منكم ناس ومرحبا الله يحييكم عند افطاركم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اول شهور من الله يجمعنا وياكم على طاعته ورضاه يمنعنا وياكم ان شاء الله من غيظه وزراعه. امين. وينصر دولتنا وجنودنا اللي على الحدود. امين. يجمع شملنا وشملكم على ما يرضي الله. امين. انتم وافين وتكرمون يوم ما حد يكرم. وانتم والله ما ادري من اللي هنا فيها جناب والله نحقهم علينا كلنا. وما بلحنا الى الارضان فانوب عنهم. عشاكم جزل وكلامكم جزل وعلومكم وافية ومحرمنا على العربان غير العشاء الجاهز ما حتى لعين الفرصة لا يكتهو عند رفيقه ولا يزوره ولا يأتي بعض العرب قد وجايب من ثلاث عرسات هاو عفاكم. أول شيء الله يحييكم والله أنكم تستاهلون كل علم الغانم وحنم والدين انفذ الكل والجميع إن فيه مجال فكرمونا بالموافقة وإنما ولا إن شاء الله نستعين عندكم في المناسبات. الله يغنيكم ويجود عليكم ما صوبكم إلا خير وقبالكم الليلة والحضور هو الكرامة. الله يحييكم ومرحبا على وطاكم والله يزيدنا وياكم بالعلم من الكرامة جامعكم يا الحمامة وجمعاكم وعزكم إنه كرامتنا والكم الرجال لما التحموا واجتمعوا على العز والطاعة ترى حتى الضيف يستانس منهم قولوا لا إله إلا الله. وما في ما فيكم شكه انكم بتكرمون وتذمرون وتافون وتسلمون وتجملون مثل ما قال الشيخ ابن حربوش حن يكفينا عشا الحفل وانتم وافين والله يا زاملكم منه كرامه والله يعزكم ويعزنا على الطاعه ويعز ملوكنا وجنودنا. أم سلامتكم تسلمون والله يحييكم ومر على وطاكم ومرحبا ومسهلا والله يحييكم ومرحبا تراحي بالمطر اللي يبغى يشارك ويشوف هنا حفل تنظيمي يبقى معنا هنا واللي يبغى يدخل داخل يدخل ومرحبا ومسهلا. أرحبا عليكم سلام مطر كيف يا منصور سلم توفيق كيف سلم ومجورين الله يعافيك السلام وش علومكم سلامتكم جميع وخدمة سلام. سيدنا مصوبة هنا ولا حضرتكم مباركة ما بشي من العلوم يا حياكم الله حياكم الله وش علومكم علومنا سلامتكم السامة في واديكم ما عندنا شم العلوم الأسر الله يدوم أصحابكم جميع خير إن جعلك بخير صلى الله عليه وسلم الله يجمعنا على ما يرضيه آمين الله يسوي للحريم آمين عزمت أنا يا أبو عيسى وخصص أنت العزمي لي فقط ودني العزمي قال الشايب والعيال كلهم وانتوا غالين ووافين كلكم يا هبرة عندنا يا العلي هني 2000 ريال مني انا والشايب وعيالي تقل من قدركم وعفاكم عفا والله يحييكم مرحبا ومسهلا ويحيي عيالك ويحيي شايبك ويحيي الكل والجميع اما من العزمي في الشيبان قد حنشوف لهم حق ولا عاد نبغى نتعبهم ولا نقسيهم وانت غالي وعيالك غالي ومثلها انت وكفيها انت وشفيها انت ولو حصل شيء من الامور في المعذره ومرحبا انت راحي بالمطر الله يغليك بطاعته وانت بس من غلاكم ودنا ان الشباب الباقيين خصصوا بالعزمي لانكم تستاهلون الا الجمعه والله يحييكم والله يحييكم الله يحييكم الله يحييكم
استفاد منها. مرحبا ومسهلا، انتوا اهل الحفل وانتوا اهل المقام. الله يحييكم ويسلمكم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج ولدك يا مصلح، والله ابني بيتك الفيت الصيف والنصيب. امين. وجا يا طيب زواج عند مطاليك ولا خان ثنين العصر. هنا يا طيب 30,000 من الحمامه، وهنا يا طيب 2000 من نحن ويا محمد والحسين، وعذرنا عليها للي عندنا ولا جاكم شر. تسلم تسلم. صلى الله عليه وسلم. تزوج ولدك ابني ابناه ويبارك فيه ان شاء الله ويزيد راب الصالح. امين. وانت مطلق والله يا ابو محمد، هنا يا طويل العمر 2000 ريال منا يا عبد الله، وعذرنا عليه بالله وسلامة الجميع. تسلمون. صلى الله عليه وسلم. الف تزوج محمد والله يجعله في الساعة الطيبة. امين. وانت خالي محمد واحد، وانت شبرك طايل ابو عيسى في كبار وصغار، من عدينا المراجل ما لحقناها وابنا مع ربنا. ما عليكم زود. انا وسلم بن علي واخواني ومعوده منا 10,000 ان زارت تستاهلونها ومن قله تزود هالغلا، والله يعافيكم. حياكم الله وحيا عطاكم. نقدم يا اخبار ندور عليه. صلى الله عليه وسلم. الف ويبارك له. امين. هنا لك 1000 ريال من علي بن حسن ابن شنهد وعياله. حياك الله. ابي حد ولا احمد حمد؟ شوي شوي يا ولد. صلى الله عليه وسلم. الف محمد يجعله في الساعه الطيبه. امين. سيناها واتوا اخوان الوافي واللي عندنا لكم، ومحمد جاء عندك خم مطلق وغالي ووافي، والله كان ثنينا العطا بعطا، قربنا مع ابني عمنا، وهنا لكم 4,000 منا يا العلي، واللي قال العطا بقل الغلاوة، وسلامتكم. تسلمون تسلمون. اول شيء مريت رب العالمين سبحانه. الشهر الثاني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله يجعلنا في قلب وجيه، جاء زواجكم يا ابو محمد. جاله في الساعة الطيبة، الله يجعله بيت صيب ونصيب. امين. انت لما قادمة والهم قاعد نعددها، والله يوفقك ان شاء الله. امين. الحلي والله يسويله. يبارك الله الحسين 10,000 وهم اقاربهم، ويواظب صالح اهل البيت يسلم عليك، يقول ما جاء عزمي وانا منه 500 ريال وبيها بقاكم جميع. تبقون تبقون. صلوا على النبي. صلى الله عليه وسلم. صلى الله يا ابني ابناكم يا العيسى. ويسوينا ولكم ان شاء الله ويجعلكم في الساعه اللي يرضى عليها رب العالمين سبحانه. والله يرحم شايب رباكم حق هذه الساعه الطيبه. الله يجزاك خير. انت يا ابو عيسى فعلك غانم وشبرك طايل معنا ومع شايبنا، هذا القصد المراد، تزوج بزينه والله يسوي له ويبني بيته ويجعل في الساعه الطيبه. امين. ولا لا بزي حقا على خاله في ذا الموقف وفي غيره. والقصد المراد انا 15,000 تبرع منا انا وشايبي واخواني، وخدمت شايبي في الحكا الله يعطيه العافيه. امين. وانتم عارفين ظروفه، هذا وعفاكم وطولت بقاكم. تسلمون. الشهر اللي يثني الشيخ حسين بن علي بن هضبه يعتذر من الحضور ويبارك لكم في الزواج، ومنا هنا 1000 ريال. حياكم الله حياكم الله بالكل والجميع. صلى الله على النبي. صلى الله عليه وسلم. الف شهر يا ابو عيسى من سني عليك. ارحب يا ضيفانا وشرف الله يحييك ومرحبا مياك. شهر ابن حسين مسني عليك، وانت ابو محمد 7 عام عند اصحابه والاجناب عند بني عمك وقبائلك،
ومثل ما قالوا الربع ما ادري احسن منهم، والرجال يطلب عذر منكم، والرجال في الشرقيه والهبري واهي معنا ومع غير ما هو في اعماقكم شر نحطنا ولا جاكم. تعفون ولا تجفون ولا ينتو شر ولا مكروه. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الف مدعي بن خير يعتذر منكم، مرسلني بهنا 1000 ريال يعتذر عن الوصول، عندها ظروف صحيه وفي الرياض وفيها سلامتك. تسلم تسلم. صلوا على النبي. محمد بن اسماعيل بن هضبان يسلم عليكم، ولا جاء حزمي وعندهم شاب مريض ولا كان حضر، وانا منه 300 ريال. حياكم الله. صلى الله عليه وسلم. علي بن سباح ولد محمد معاولهم 500 ويعتذرون في مكة. عبد الله بن حسين بن جوفة يعتذر بالروفة ومعاولة 500. فهد بن يحيى بن فتات يعتذر ومعاولة 500. حياكم الله انت وياهم. الله يعطيك العافية. صلوا على النبي. صلى الله عليه وسلم. تزوج محمد يا خال والله ابن بيته ويجعله في الساعة الطيبة. آمين يا رب. وارمي مع ربعي وهنا من يال هرياض. أنت ويا العلي قد يترى معونتكم، ولا الفزعة اللي مرتو وحده، ما عندنا شان ولا عندنا شيء يجعلنا ناخذ مرتي. معونتكم يا العلي قد جتنا. صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. لا من غلاكم ثنين عطاكم، لو ادعي ما هو ادعي فرح، أنا أبشر بساعتكم. لا ترد بزيك، لا ترد. ولا هي معودة. أول شيء صلى الله عليه وسلم. ألف زوج محمد والله ابن بيته. آمين. محمد العبد الله يعتذر منكم والعيال وآفر مناصر وانا 500 ريال من محمد بن عبد الله. تسلمون تسلمون. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. زوج عبد محمد والله ابن بيته وانا لك مني 500 ريال. حياكم الله. صلى الله على النبي. صلى الله عليه وسلم. ألف يسلم عليك ويعتذر عن الوصول وانا لك منها 1000 ريال. حياكم الله. اول شيء نقول لكم مرحبا ومسهلا بالكل والجميع، والله يحييكم تحيات السيل وتحيات المطر. انتم يا رفاقه وافين، انت جملت عند الاقصى ولا عند القرين، ما فعلي الا من فعلكم، ولا طول الا من طولاتكم، وانتم علومكم وهم اليوم. الله يزيدنا بكم ويقوي صفنا وصفكم ويجعلنا ما نطارد الله في الجميل. عطيته وثنيته ووفيته، الحفل حفلكم والمقام مقامكم والفعل معكم، والله يحييكم تحيات المطر. ومن هو منكم والله لا ضاق له بال ولا قعه حمل لما التهمكم وراه، والله يحييكم ويديم الستار ويحفظ ملكنا ودولتنا وحدودنا وجنودنا، والله يزيدنا بالصالح. ومرحبا ومسهلا. والجميع كلنا على وطاكم في حفل الطبيب يعد الحين. ومرحبا ومسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الديان ذو العظمة والسلطان، الماجد المنان الرؤوف الفنان، كثير الجود والإحسان، منزل القرآن فكان أحكم بيان، وقال فيه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأرسل الأنبياء فكان محمد خير المرسلين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، ضيوفنا الأكارم، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية تهتز فرحا وسرورا بلقيا هذه الوجوه الطيبة. أدام الله علينا الفرح والسرور. ضيوفنا الأغاني، يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب. فمرحبا بكم عدد ورق الأشجار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأضاء عليه النهار. مرحبا ترحيب في الحافلية، عثما يبدي سهيل اليمان، الرجال اللي لهم مقدرية بالخوي وبيوفنا والعوام. ويسرنا باسمي واسمكم ان زدت اسست تهاني وتبريكات لصاحب هذه الليلة محمد بن مصطفى الحمام الليلة الشوارع، ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير، خير ما نستهل به عقلنا، آيات من الذكر الحكيم المنزل على الله الأمين هدى وبينة للعالمين، إذ يتلوها على مسامعكم الأستاذ عبد الله بن محمد الحمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما وإياكم من كلمة التأكيدية مع صاحب الأدب مصطفى بن عيسى بن سكران الحمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، أرحبكم أجمل تدعيم وأقول لكم إن شاء الله إنما نجيكم إلا في الأفراد، فأسعدتونا بجيتكم وشرفتونا بوجودكم، فكان جيتكم عندنا لها الفخر العظيم. والشيء الثاني، فنثمن ونقدر لكل من عاننا من بعيد ومن قريب، فأثني الترحيب ومرحبا حياكم الله جميعا. ضيوفنا المكانة تتكرر صور الترحيب وتتعجب، ولما للشعر من أهمية سالفة في حضاراتنا مع قصيدة شعرية تجريدية للشاعر عبد الله بن حسين الحمام. الله يمسيكم بالخير جميعا، يشرفني أن أقف أمام الجموع الغالية وأنا أمثل ربعي إلى المنبر، والله يحييكم. مرحبا والليل مبروك والخطة روساء، مرحبا يا اهل الجمايل وبيضان الوجيه، للشعر موقف حماسي ورغبه واندفاع، ينسجم فكري مع كل ضرب نلتحي، ينهدر مثل المحايل على رؤوس الفلاك، والعلل المعبر قالت اليه، اتخير ما يناسب ويطلب الاستماع، في حضور اصحاب الادوان والفكر النبي، كل شغموم على الجود له طولة تدرى، كل شغموم على الجود له طولة تدرى، وافي النفس تحب الجميل وتهتوي، الوفا يسيب أهل الوفا لمعة شعاع، من جعل عينه على الرجل لازم يعتني، ومن تعنى للجمايل بقدر المستطاع الله يعينه عليها ويرحم والديه. من تعلنا للجمايل بقدر المستطاع الله يعينه عليها ويرحم والديه. الحفل يزهاه تشريفكم والاجتماع، فالكم فنجال منن وطيب يكتفي، والحجاج اللي سمع انطلاقه وارتفاع، والشحم ومزاغد الطيب معكم نختضي. مرحبا مرحبا بترحيب عز باسم ربعي داع، لابتن تاريخ فوق الكرم ما له شبيه، يوم كان الوقت قصير خلق الله الياه، من لفاه الضيف يعطيه ما حشت يديه، ضيفهم في العسر يلقى الكرامه والمتاع، فطرتم فيهم طبيعه وشاهدها نزيه. اما ذا الحين اما ذا الحين افتح سناب بعلوم الضياء، من ذبح له كبش كثر سناباته عليه، ما ترى ان الجيد ذعبه في كل قاع، مثل علم الغيث يقربه وكل ذي جيل، والعرب حسب المبادئ وحسب الاقتناع، بس لا يطغى على المجتمع راي السبيل، ألف ويا كل وافي ومطلوب وشجاع، وألف ويا لجمايل بيضان الوجيه وسلام الخير. الحاج حسين الله يهديه، نترككم الآن مع
معاشرة تدريبية من كلمات مصرف بن عيسى الحمامة ومن أجال المنشد عدم الإحساس وأركان الأصوات صوت العرب سعد مرحبا
أشكر لكم حسن استماعكم.
وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسن بإذن الله، والله ولي التوفيق. وحياكم الله، حللتم أهلا ووضعتم سهلا، والمشاركة من بعد وجبة العشاء مفتوحة لمن أراد أن يشارك بقصيدة أو كلمة.